بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا تكملة يونت 12 من كتاب المعاصر، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لنمبر 1، السؤال choose the best Arabic translation، يعني هنختار ترجمة العربي الأدق. don't neglect the future in times of plenty for tomorrow you may need what you wasted today. لا تهمل المستقبل في أوقات الرفاهية. الرفاهية طبعا plenty of time طبعا مش رفاهية، هي يعني وفرة، يعني قصد الوفرة الرفاهية. فقد تحتاج غدا إلى ما هو ما أهدرته اليوم. لا تهمل في المستقبل أوقات الرفاهية، فقد تحتاج غدا إلى ما أهدرته اليوم. لا تهمل المستقبل في أوقات الرفاهية، فقد تحتاج غدا إلى ما أهدرته اليوم. لا تهمل المستقبل في أوقات الرفاهية، فقد تحتاج اليوم إلى ما أهدرته غدا. طبعا هي لو جينا نشوف don't neglect، لا تهمل the future in times، لا تهمل في المستقبل أوقات الرفاهية. لا تهمل في المستقبل أوقات الرفاهية، فقد تحتاج غدا إلى ما أهدرته اليوم. طبعا هنا letter B أدق في ل expression، طبعا in times يعني في أوقات الرفاهية، ف أدق من letter A. To write your own fable you can choose to stay in the traditional vein of forest creatures or you can try something new. لكتابة حكايتك الرمزية الخاصة يمكنك اختيار البقاء في السياق التقليدي لمخلوقات الغابة، أو يمكنك تجربة شيء جديد. لكتابة حكايتك الخاصة، طبعا هي اسمها حكايات رمزية فيبل، يمكنك اختيار البقاء في سياق مخلوقات الغابة، في سياق مخلوقات الغابة، أو يمكنك تجربة شيء جديد. لكتابة خرافاتك الخاصة، طبعا لكتابة حكايتك الرمزية الخاصة، هي حكاية رمزية، يمكنك اختيار البقاء في السياق التقليدي لمخلوقات الغابة، ولا يمكنك تجربة شيء، أو يمكنك طبعا هنا or you can، طبعا هنا نفى، فطبعا ألف هي طبعا ألف هي زي دال، ولكن هو هنا في جزء دال نفى الجزء الثاني، فطبعا دي خطأ. Don't expect to find a job that's all advantages. You will have to face hardships every now and then. لا تتوقع أن تجد وظيفة بكل المزايا، فيكون عليك مواجهة المصاعب بين الحين والآخر. لا تتوقع أن تجد وظيفة بلا مزايا، طبعا خطأ، هو is all that's all advantages، طبعا دي خطأ، هو نفى. لا تتوقع ألا تجد، لا أن تجد، فطبعا برضو نافي. لا تتوقع أن تجد وظيفة بها كل المزايا، سيكون عليك مواجهة المصاعب بين الحين والآخر، فطبعا هي letter A letter D، لأن هنا مثبتة وليست منفية. A moral is the lesson we get to learn from a situation in real life or from reading a piece of writing. الخلق هو الدرس، طبعا هو مش الخلق، هو الدرس الأخلاقي. الدرس الأخلاقي هو الدرس الأخلاقي هي الدرس الأخلاقي هي الدرس الذي نتعلمه من موقف في الحياة الواقعية، أو من قراءة قطعة من الكتابة. طبعا هي الدرس الأخلاقي، لكن الأخلاق أو الأخلاق خطأ، هي درس المورال معناه درس أخلاق. بعد كده translate into English. تنفق الدولة ملايين الجنيهات على ترميم وصيانة المواقع الأثرية القديمة لكونها جزء هام من تراثنا الثقافي. The state spends millions of
grounds of the resurrection of ancient archaeological sites as they are an important part of our cultural heritage. The state spends millions of pounds on the resurrection and mentions طبعا هنا على ترميم وصيانة طبعا ترميم وصيانة of an ancient biological طبعا biological خطأ the state spends millions of pounds on the resurrection and mentions of mentioned archaeological sites as they are an important part of our cultural heritage طبعا هنا غناء جزء هام من تراثنا الثقافي. The state spends millions of pounds on the restoration and mentions of ancient archaeological sites as they are طبعا قال لأنها جامع لكن استخدم في letter C is خطأ they are an apart of our cultural heritage طبعا هنا letter A letter D the state spends millions of pounds on the restoration لترميم restoration and mentions وصيانة the ancient archaeological sites اللي هي المواقع الأثرية القديمة as they are an important part of our cultural heritage يبقى هنا الأدق letter دال. عندنا number two إن ضغوط الحياة رغم شدتها لا يجب أن تكون عقبة أمام استمتاع جميع الناس بحياتهم. The pressure of life ضغوط الحياة however their intensity shouldn't be an obstacle يجب أن تكون إعاقة أو عقبة to all people enjoying their lives the pressures of life despite رغم شدتها despite their intensity however their intensity طبعا بيجي وراء الاسم despite وليست however however هنا خطأ despite their intensity should be an obstacle يجب أن تكون طبعا خطأ هي shouldn't فدي خطأ. The pressures of life despite their intensity shouldn't be an obstacle to all people enjoying their lives. طبعا يعني the pressures of life despite its طبعا هنا pressures جمع مفروض their فits خطأ يبقى هنا letter C. تتميز الحكاية الرمزية بأنها قصيرة أو قصة قصيرة ذات لغة بسيطة تنتهي بدرس مستفاد يصلح في كل مكان وزمان. The fable is characterized as a short story with a simple language لغة بسيطة that ends with a lesson learned that's suitable for every place and time. The myth طبعا هي الحكاية الرمزية اسمها fable لكن طبعا دي خطأ myth the myth برضو خطأ the novel خطأ يبقى هي letter A طبعا حكاية رمزية فبل. الأساطير القديمة لا تقوم على الواقع بل تختلق شخصيات ذات قوى خارقة تدخل في صراع عنيف بين الخير والشر. Ancient fables aren't based طبعا هنا الأساطير مش fables دي حكاية رمزية دي خطأ. Ancient myth طبعا الأساطير myth aren't based on reality but rather create supernatural characters who engage in a violent struggle between good and evil. Ancient myths aren't based in reality. طبعا based on وليس إن للمكان فدي خطأ. Ancient myths are based on reality but rather create supernatural characters who engage in a violent struggle between good and evil طبعا هنا ancient myth are based طبعا لا تقوم طبعا هنا are هي تقوم هي aren't based فطبعا الأدق عندنا هتبقى letter B لأن هنا استخدم myth و aren't enough لكن هنا أثبتها في letter D فطبعا دي خطأ. بعد كده عندنا test unit 12 آخر يونت معانا في المنهج. Choose the correct answer from A, B, C or D. يعني نختار الإجابة الصح من بين A, B, C, D. Number one, to be space means behaving or speaking in a way that's correct for the social situation you are in and showing that you are careful to consider other people's need and feeling.
طبعا هنا humble متواضع، generous كريم، polite متواضع بتاع مؤدب أو مهذب، fed up يعني يسأم، طبعا هنا letter C مهذب، لأن يعني كلنا هنا إيه behaving بتتصرف or speaking in a way أو بتتكلم بطريقة that's correct صح for the social situation في الموقع في الاجتماعي you are and showing that you are careful وبتكون حريصة على consider others يعني أو احتياجات الآخر، فطبعا هنا polite. War needs الحرب بتحتاج people who don't fear death الناس اللي لا تخشى الموت، طبعا needs modern day ولا generous ولا brave، طبعا brave people الحرب محتاجة الناس الشجاعة. You need more evidence محتاج دليل أكتر to space your argument to take your argument to support طبعا هنا to support your argument محتاج more evidence دليل عشان تدعم argument جدالك أو نقاشك. مو صلاح is a legendary footballer يعني لاعب كرة قدم أسطوري. In this utterance the adjective legendary is an antonym of كلمة legendary هنا عكسها unknown يعني غير معروف unknown obscure يعني غير آمن طبعا أو متجاهل AB well known طبعا هنا A و B unknown غير معروف أو obscure يعني مجهول يعني. A joke doesn't make you laugh unless you understand its cultural النكتة مش بتجعلك تضحك إلا أنا عرفت ثقافة its culture a context context يعني النص اللي هي طبعا الثقافي اللي هي واردة منه. The moral is the space of novel of a novel a story or a film. The novel is a طبعا هنا a tale يعني قصة of a novel ولا a purpose طبعا هنا تريل مصيدة trick يعني خدعة tale يعني حكاية من مسرحية المورال ولا بيربز اللي هو الغرض طبعا هنا بتوضح لنا البيربز اللي هو الغرض الغرض من القصة اللي هو الدرس الأخلاقي. A space is a practical lesson about what to do or how to behave يعني الدرس الأخلاقي اللي مفروض ان انت تعمله أو تتصرف فيه which you learn from a story بتتعلمه من قصة or from something that happened to you أو من شيء حدث ليك طبعا هنا moral يعني درس أخلاق. Something that's entertaining is الشيء المسلي is boring ممل amusing طبعا هنا رائع أو مسلي interesting interesting يعني شيق BUC طبعا هنا BUC interesting and amusing. His space he wouldn't be able to sleep until he had finished it. He asked, he wondered, he said, he told. ولنا هنا he wouldn't be able to sleep until he had finished it. طبعا دي sentence جملة يبقى he said. ليه؟ لأن ما عندش مفعول وبدل ما عندش مفعول يبقى بنستخدم said في جمل في الستيتمنت الجملة الخبرية لكن طبعا عشانها جملة لكن asked wonder طبعا دول بيجوا فين في السؤال. She asked me whether ده سؤال يبقى طبعا ده غير مباشر للسؤال يبقى أداة استفهام فعل أداة استفهام فاعل فعل الفعل عندنا هنا وعندي there before دي اللي هي ago يبقى الماضي البسيط تتحول إلى ماضي تام يبقى whether I had been there before I had been. My uncle promises his space wait for me at home he طبعا هنا he will إن promise مضارع يبقى he will مضارع. My father wondered where his keys طبعا والدي بيسأل where his keys إيه فاعل ثم الفعل فاعل his keys والفعل مين put ولا where put طبعا هنا الفعل هيبقى ماضي لأن عندنا wondered في الماضي يبقى هنا his keys where put يعني أين وضعت مفاتيحه his keys where put. He asked me space I had lunch or not or not يا ترى he asked me whether I had lunch whether ولا A و C F ولا عندنا طبعا letter D ولنا A و C ممكن أقول whether I had lunch أو if I had lunch يعني A و C صح. I asked her if she was enjoying the novel she طبعا
if she was reading enjoying the novel she read ولا was reading ولا will read ولا would read. طبعا هنا if she was enjoying الفعل هنا past يعني ماضي، يبقى عايزين الفعل التاني if she was enjoying the novel she was reading اللي هي بتقرأها، لأن الفعل بيدل على إنه إيه can't and was. she was reading يبقى هنا letter A B. بعد كده عندنا number number 15 if I were you لو أنا كنت مكانك I would take your coat. my mother advised me to take my coat. طبعا هنا advised me to take. if I were دي advise نصيحة، يبقى my mother advised me to take my coat. do exercise to again said ليلى. ليلى asked to do that I do exercise I do exercise to again whether I do. طبعا هنا ليلى asked if I did exercise to again. طبعا هنا ليلى asked that I do exercise to again I do exercise. عارفين ان الفعل asked في السؤال او في الجملة الامرية ممكن يجي معاه that والفعل ومصدر الفعل، يبقى that I do، يبقى ليلى asked that I do exercise to again لانها ايه امرية وليست استفهامية. بعد كده عندنا question اللي هو الباسج. read the following passage then choose the correct answer from A, B, C or D. at the start of the civil war في بداية الحرب الأهلية the people in the state of Tennessee struggled with the decision of whether to stay with the Union or to join the Confederacy. eventually the state would be the last to secede. طبعا في بداية الحرب الأهلية أهالي تيسنسي يعني كافحهم إما في اتخاذ قرار إما إن هم يظلوا مع الاتحاد أو ينضموا للكونفدرالية. eventually في النهاية the state would be the last to secede يعني هيكون الدولة would be the last يعني الآخر to secede هنا. أي طبعا هنا انسحبوا من المنظمة. however there were people living in the state برغم ان في ناس بتعيش في الدولة who would remain loyal to the union يعني عندهم ولاء للاتحاد. once such person was captain William Driver. Driver is best known for a special flag he owned and had during the civil war. طبعا في رجل كان معروف for a special flag لعلم خاص ومميز he owned يمتلكه and hid وأخفى during the civil war أخفاه خلال الحرب الأهلية. affectionately called old glory سماه أو سمى العلم ده old glory يعني الانتصار العظيم. William Driver was born in 1803 and was apprenticed to a blacksmith يعني تدرب عند blacksmith. Hating his situation يعني كان بيكره موقفه. Driver ran away and became a cabin boy on a ship. A cabin يعني بقى cabin boy يعني ولد على سفينة. His father told him not to come home until he had his own ship and was captain. طبعا والده أخبره ما يقعدش عن منزل مرة أخرى إلا ما يكون عنده سفينته الخاصة بيه ويكون هو الكابتن. Eventually Driver did become a captain أصبح captain of his own ship لسفينته الخاص. The people of his own hometown الناس في مدينته in Salem Mass hostess were all very proud of Driver كانوا فخورين بدرايفر and made him a huge flag وعملوا له علم ضخم that was 12 feet by 24 feet يعني طوله أو بيصل ما بين 12 قدم by 24 قدم which he nicknamed Old Glory وأطلقوا عليه Old Glory. Driver eventually sailed around the world يعني لف حول العالم and even rescued the way أنقذ the descendants
of the crew اللي هم أسلاف أو أحفاد الكرو طاقم that had mutinated يعني تم التنمر عليهم again instead their captain ضد الكابتن on the British ship على السفينة الإنجليزية the HMS Ponty يعني كان اسم السفينة HMS Ponty later driver would retire to Nashville يعني تقاعد في مدينة Nashville تنزية leaving the sea يعني تارك البحر behind خلفه and becoming a clerk وأصبح موظف in at his brother's store في متجر أخيه during the civil war خلال الحرب الأهلية he had old glory يعني أخفى old glory اللي هو علم old glory by sewing the flag بأنه خيط العلم into a quilt يعني كquilt طبعا هناك يعني زي اللي بيقول عليه كده لحاف when Tenzis was over the states when Tenzis was taken over by the Union soldiers يعني لما رجع تاني تحت سيطرة الجنود الاتحاد the soldiers asked the driver الجنود طلبوا من driver to raise his flag ان يرفع علمه over the state's capital على عاصمة الدولة a people heard about driver and his flag ان سمعوا عن علم driver عن driver وعلمه others began calling the American flag old glory ومن هنا اطلقوا على العلم الامريكي old glory يعني الانتصار العظيم a nickname that's still used today يعني اسمه مستعار ما زال يطلق عليه حتى الان for the flag of the United States of America لعلم الولايات المتحدة الأمريكية what's the best title of the passage William's fast ship يعني سفنته السريعة old glory a brave captain a valueless flag يعني علم بلا قيمة طبعا هنا old glory بطلق old glory اللي هو العلم أو الانتصار العظيم من ايه يعني الانتصار العظيم ده جه منين وطبعا هنا all the glory how do you think driver felt toward the flag كان شعور driver ايه بالنسبة لي العلم the flag represented his loyalty ولاءه to the union ولا the flag was a memento from his younger days يعني مستذكر كده من طفولته ولا it reminded him of being a captain بيذكره بكونه كابتن ولا the flag wasn't a special to driver ما كانش خاص أو مميز ليه طبعا هي letter A the flag represented his loyalty يعني ولاءه to the union للاتحاد عندنا the moral that we can get from the text يعني الدرس الأخلاقي اللي ممكن نستنبطه من القطعة you should do your best to achieve your goals you should always achieve others goals يعني يجب أن تبذل ما في وسعك لتحقق أهدافك you should always يجب دائما أن تحقق أهداف الآخرين you should have your own ship يكون عندك سفينتك you should retire when you become old تتقاعد لما يكون عندك سن مبكرة طبعا هي letter A you should do your best to achieve your goals يعني دائما تعمل بجد لتحقيق هدفك هنا letter A Why do you think William Driver had the American flag during the Civil War? لأخبأ العلم ده He knew that the large flag would make his quiet thicker and warmer يعني هيدفيه He liked the feeling of safety يحب شعور الأمان He had been covered with the American flag يعني استغطى به He wanted to hide the flag from his neighborhood in Salem, Muscat. He was worried that Confederates would take or harm the Union flag. طبعا هنا letter D. طبعا خوفا من ان الفدرائيين. He was worried ان هم يأذوا العلم اللي هو او علم الاتحاد. The second paragraph deals with the paragraph التاني بيتعامل مع William's education تعليمه sewing William's flag خياطة أو حياكة العلم Captain William's life حياته buying William's ships شراءه للسفينة طبعا هو بيتكلم عن Captain William's life يعني حياته لأن هو قال لنا he was born in 18 واتكلم عن جزء من حياته What can you infer about William the driver يعني مستنبط ايه عن من ويليام درايفر
He rarely finished anything he started. يعني نادرا ما بين شيء بيبدأ. He was a person with an extremely strong will. He had become sick. أصبح مريض. He missed his days. يعني فقد أيامه as captain of own. طبعا هي he was a person with an extremely strong will. يعني شخص لديه عزيمة قوية. The meaning of the word seed. طبعا seed اللي according to the passage is to win. طبعا seed يعني ينسحب. Lose, remain, leave. طبعا هنا leave ينسحب يعني يغادر. يبقى هنا leave. What happened at the end؟ اللي حصل في النهاية. The Union soldiers controlled the state. اللي هما اللي سيطروا على الدولة. The state joined the confederacy. طبعا هنا the state joined the confederacy في النهاية. ولا William was taken to prison. راح سجن. ولا William went mad. اتجنن. طبعا the Union soldiers controlled the state. في النهاية the Union soldiers يعني جنود الاتحاد controlled the state يعني سيطروا على الدولة. ولا the state joined the confederacy. طبعا هي later. طبعا the Union soldiers controlled the state يعني اللي هم جنود الاتحاد سيطروا على الدولة. بعد كده عندنا passage number 2. number 2 the victory of the small Greek democracy of Athens over the mighty Persian Empire in 490 BC is one of the most famous events in history. طبعا انتصار of the small Greek democracy اللي هو ديمقراطية اليونان الصغيرة في أثينا over the mighty Persian على الفارسية أو الإمبراطورية الفارسية في عام 490 is one of the most famous events من أهم الأحداث الهامة أو المعروفة in history في التاريخ. Darius King of the Persian Empire يعني الملك ده اللي هو ملك الفرس was furious يعني كان غاضب جدا because Athens had interceded for the other Greek city state in revolt against Persian domination يعني كانت بتؤيد سيطرة اللي هم أو بتحتاج revolt يعني بتحتاج ضد اللي هو الإمبراطورية أو السيطرة domination السيطرة الفارسية in anger بغضب. The king sent an enormous army يعني بعت جيش ضخمة to defeat Athens لمهاجمة أثينا. He thought it would take drastic steps هتاخد يعني خطوات فظيعة to pacify the rebellions يعني يهدئ اللي هم الثوار part of the empire جزء من المملكة أو الإمبراطورية. Persia was ruled by one man الفرس كان بيحكمها رجل واحد. In Athens however all citizens helped to rule كل الشعب المواطنين بيساعدوا في الحكم. ennobled by this participation Athens were prepared to die for their city state يعني كانوا مضحين ان هم يموتوا من اجل مدينتهم. Perhaps this was the secret of the remarkable victory of marathon يعني ده كان سر الانتصار البارز في الماراثون which freed them from Persian rule يعني أطلق صراحه من البرشيان الحكم الفارسي. On their way to have common peace يعني عشان يدخلهم في سلام. The frightened citizens اللي هم المواطنين الخائفون of Delos refused to believe this يعني لم يصدقوا ذلك. Not wanting to abet the conquest of Greece يعني يظلوا عند اليونان أو تحت اليونان. They fled from their city يعني هربوا من مدينتهم and didn't return ولم يعودوا until the Persian had left حتى غادرها الفرس. They were wise كانوا حكماء for the Persian next conquered يعني لانتصارهم the city أو غزوهم المرة الثانية للمدينة of Eritrea and captured its people وأسروا الناس. Tiny Athens stood alone against Persia يعني اللي هم الأثينيين أو أهل الأثينا وقفوا ضد الفرس. The Athens people went to their sanctuaries. There they prayed for deliverance
يعني صلوا لنيل حريتهم. They asked their gods to exhibit their victory. وطلبوا من الآلهة هي طبعا هنا تؤيد انتصارهم. The Athens refurbished their weapons and moved to the plain of Marathon where their little band would meet the Persian at the last moment. Soldiers from Plataea reinforced the Athens troops. يعني من مدينة بلاتليا دي طبعا دعموا أو reinforced دعمهم قبائل أثينا. The Athens army attacked. الجيش بتاع أثينا ده هاجم. And Greek citizens والمواطنين اليونان forget bravely يعني fought يعني حاربوا بشجاعة. The power of the mighty Persians was offset by the love that Athens had for their city. يعني حبهم لمدينتهم. Athens defeated the Persian in archery and hand combat ومكافحة. Greek soldiers seized the Persian ships and burned them and the Persian fled in terror. يعني في زور وخوف. Herodotus, a famous historian, Herodotus مؤرخ مشهور, reported that يعني كتب في تقاريره that 6,400 Persians died, ماتوا compared with only 192 Athens, لـ 192 أثيني فقط. The city mentioned in the last paragraph is المدينة اللي ذكرت في last paragraph اللي هو الباراجراف الأخير is Persia ولا أثين ولا Greek ولا أثين. طبعا هي بتكلم عن إيه؟ أثين, مدينة أثين, يبقى هنا Athens. What mainly enabled the Athens to defeat the Persians, اللي خلاهم يمكنهم من إنهم يواجهوا الفرس, their great army, جيشهم العظيم, ولا their love for the city, طبعا هو their love for the city يعني حبهم لمدينتهم, طبعا ذكرها عندنا في الباسج their love to their city, يبقى هنا letter B. Athens had faced the other Greek city states against the Persian wanted to fight يعني عايزين يحاربوا, ولا intervened on behalf of given orders for all to fight يعني أعطى عمر للكل إن يحارب. defeated يعني دفعوا عنها. طبعا interfends on behalf of the other city Greek يعني طبعا هنا intervened on behalf يعني تدخلوا لصالح مدينة أثينا. Darius took drastic steps to spare the rebels Athens طبعا لتهدئتهم. duplicate يعني لمضاعفتهم, ولا blockade ولا ويكن اضعافهم, ولا destroy طبعا هنا to placate them طبعا to placate them طبعا لو ذكرها في القطع لنا to calm يعني تهدئتهم, هنا معناها to placate يعني to placate معناها satisfy او ارضائهم يعني placate means satisfy اللي هي معناها ارضاء. The Athens were spaced by some soldiers who arrived from Plataea. Captured أسروهم, welcomed رحبوا بهم, strengthened يعني يقويهم, held يعني يقيم طبعا هنا letter D strengthened them يعني قووهم يعني strengthened. The weakness point of the Persian was نقطة ضعف اللي هم الفرس. They had a vast empire عندهم إمبراطورية شاسعة. There was a conflict over power كان في صراع على السلطة طبعا, ولا عندنا they were less in number أقل عددا. They suffered from individual rule كانوا بيعانوا من حكم منفرد طبعا هي ذكر لنا one rule or one ruler فقط يعني عندهم واحد حاكم فقط. The writer of this text is interested in science, history, the techniques of writing mysteries طبعا هنا history اللي هو التاريخ طبعا بتحكي لنا قصص تاريخية. Which of the following sentence summarizes the last paragraph? البراجراف الأخير. The war was lost. الحرب افتقدت. The war was fruitful. كانت مثمرة. The citizens were coward. المواطنين كانوا coward يعني طبعا coward يعني هنا جبناء. Democracy beats dictatorship يعني الديمقراطية بتنتصر في النهاية على
ديكتاتورية، طبعا هي ليترالي اللي هي الديمقراطية بتنتصر أو بتتغلب على اللي هي الديمقراطية على الديكتاتورية. بعد كده choose the best translation to provide comfortable life for its nation. The government should offer good service. لتوفير حياة مريحة لوطنها يجب على الحكومة تقديم خدمات مريحة لتوفير حياة لتوفير معيشة مريحة. طبعا a comfortable life، حياة يجب على الحكومة تقديم خدمات جيدة لتوفير حياة مريحة لشعبها. كان يجب على الحكومة تقديم بعض الخدمات الجيدة، كان يجب. طبعا قلنا to provide a comfortable life for its nation the government should offer، يبقى يجب على الحكومة تقديم good service يعني خدمات جيدة لتوفير حياة مريحة لشعبها. طبعا هي لتر ألف زي لتر جيم، ولكن هنا لتوفير حياة مريحة لوطنها، طبعا هنا لشعبها، فطبعا دي خطأ. Our great big cities don't suit modern living because of the great increase in population. لا تتناسب مدننا الكبيرة مع الحياة المعاصرة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان. لا تتناسب مدننا الحديثة، طبعا هنا our great big cities الكبيرة، لا our don't طبعا هنا تتناسب خطأ. لا تتناسب مدننا الكبيرة مع الحياة المعاصرة بسبب الزيادة المحددة، طبعا هي برضو great يعني الكبيرة، يبقى هنا لتر ألف متقاربة مع لتر طبعا هنا دال، ولكن الأدق عندنا لتر ألف لأن هنا استخدم الزيادة الكبيرة في عدد السكان. تتمتع مصر بالكثير من المواقع الأثرية القديمة والمنتجعات السياحية الحديثة بما يجعلها واحدة من أكثر الدول الجاذبة للسياح. Egypt has many ancient historical sites and modern tourist resorts which makes it one of the most attractive countries for tourists للسياح. Egypt has many old historical sites and modern tourist hotels which makes it one of the most countries for tourists. Egypt has many much ancient طبعا دي خطأ هي many. Egypt has many old historical sites and modern tourist hotels طبعا هنا resorts tourist resorts يعني منتجعات، فطبعا دي خطأ. وهنا استخدم كلمة tourists، tourist يعني إرهابي، فبرضو خطأ، هي tourist وليس tourist، طبعا دي برضو خطأ. هي عندنا لتر ألف. Egypt has many ancient historical sites and modern tourist resorts يعني منتجعات سياحية، يبقى هنا لتر لتر ألف. نحتاج أن نضع حد أقصى للأجور في الوظائف الحكومية ووضع وظائف القطاع العام لتحقيق العدالة بين كل الناس. We should have maximum wages for environmental jobs and the jobs of public sector to believe the justice between all people. We should have minimum يعني حد أدنى، نازل أقصى، فطبعا دي خطأ. We should have maximum wages for governmental jobs and the jobs of public sector to achieve the justice between all people. We should have minimum طبعا منهم برضو خطأ، هي letter A أو letter C. تعال نشوف مع بعض. We should have maximum wages for governmental jobs and the jobs of public sector to achieve طبعا هنا believe خطأ، هي to achieve لتحقيق العدالة، يبقى هنا letter C. When بالنسبة لجزء الـ skills، when should we use an apostrophe؟ امتى بنستخدم الـ apostrophe؟ For a contraction اللي هو الاختصارات، where letters are missing، طبعا دي صح. When an independent clause is attached، طبعا دي خطأ. To indicate position لتوضيح الملكية، تبقى هنا عندنا A and C، يبقى للـ positions، وعندنا للـ contractions اللي هي الاختصارات اللي هي الـ apostrophe هي الفصلة العليا. Which choose the statement with the correct punctuation على ما الترقيم صح. My uncle who lives in Cairo is a film director.
My uncle who lives in Cairo is a film director. طبعا دي برضو خطأ، وهنا خطأ لأن المفروض في كوما بعد قبل is. My uncle who lives طبعا برضو خطأ. My uncle who lives in Cairo طبعا دي جملة اعتراضية توضع ما بين علامات تنصيص، يبقى هنا who lives in Cairo، يبقى هنا letter A letter D. To make email content conscious and relevant يعني مناسب وملائم، you should عشان تلقى الإيميل break long text into paragraph، بنترك فصلات كده ما بين كل paragraph. omit unnecessary words بنحذف الكلمات غير الضرورية. keep sentences short بنخلي الجمل قصيرة. A و B و C طبعا هنا A و B و C لأن ده إيميل يعني الاختصار فيه يكون أفضل. and A C that presents information of or facts المقال اللي بيقدم لنا معلومات or facts is called expository يعني شرحي، reflective انعكاسي، descriptive وصفي، narrative يعني روائي. طبعا an essay that presents information بيقدم معلومات is expository يعني تفسيري او شرحي. ومن هنا وصلنا لنهاية unit 12 بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، وان شاء الله انتظروا